السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناه الشاكي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. في الفيديو ده هشرح لك معادله اف في لغه الداكس. ومعادله اف في لغه الداكس قريبه جدا من معادله اف في لغه في الاكسل. فان شاء الله ان شاء الله يكون الموضوع خفيف وسهل عليكم ومش هطول عليكم ان شاء الله. بصوا يا شباب، انا عندي دلوقتي تو تيبلز او تو داتا مختلفين، اوردرز وحاجه اسمها يوزر. فهنخش هنا في تيبل فيو عشان نشوف الـ الحاجه بتاعتهم اكتر او الداتا بتاعتهم اكتر. عندنا في الاوردر تفاصيل كتير قوي، اللي هو مثلا اوردر بريوريتي، مثلا كاستمر نيم، كاستمر ريجولر، وهكذا، وتفاصيل كتير جدا. انا بس كل اللي جاي عايز اقوله لك ايه، ان انا هاجي اشتغل على عمود السيلز واقول له ايه. هقول له هنا في العمود ده انا عايز اللي اعلى من 980 نقول له ان هو هاي، واللي اقل من 980 يبقى لو. فهنيجي هنا في التول ستيبل تولز، وهنيجي هنا نعمل نيو كولوم، نيو كولوم عمود جديد، ونعمله هنا في الجدول بتاع الاوردر ده او العمود اتفتح اهو، ونسمي العمود اللي هو التايب اوف سيلز، تمام. ونقول له ايه مثلا اف اهي F، ونضغط عليها ضغطة واحدة بس. اللوجيكال تيست يقول له ايه؟ بنقول له لو السيلز اهو، السيلز نكتب السيلز اوردر سيلز اهو، يعني اللي هو اول ما اختار سيلز يجيب لي اوردر سيلز. لو الاوردر سيلز دي اكبر من 980 كوما، الريزلت ده لو اتحقق نقول له ترو، او نكتب له هاي، يعني لو هو اعلى بيعه اكتر من 980 نكتب هاي. طب لو لا، اللي هو ريزلت لو ما اتحققش اقول له فولس، او اكتب لي فولس، ونقفل الكوس كده وندوس انتر. هتلاقوا العمود هو بيتكتب فيه اول حاجه. احنا كتبنا هاي ما بين كوتيشن، لان اي نص او اي سترنج او اي كتابه بتتكتب ما بين دبل كوتيشن، اللي هو شيفت طه اهو. بنقول له لو السيلز، لو مبيعات السيلز، لو ما فين السيلز، لو مبيعات السيلز دي اكبر من 980 خليها لي هاي، لو اقل من 980 خليها لي لو، وخليها لي اهي هاي ولو اهي بالظبط كده اهو. ممكن بقى نعملها كده في ريبورت فيو. ده كده قاعده اف. هنيجي هنا ممكن في ريبورت فيو ونطلعها مثلا على هيئه كلاسترد تشارت اهو، او كده. العمود اللي ظهر هتلاقيه هنا كده اهو، بيبقى شكله غريب كده شويه. نشده هنا كده، نحطه هنا كده، ونحط السيلز. فين السيلز اهو؟ يبقى الهاي عامل رقم كبير واللو عامل رقم صغير. طبعا لو انت عايز مثلا تخليه باين اكتر، نيجي هنا في الداتا ليبل ونفتحها، ويبقى بس كده. فاتمنى يكون الفيديو بسيط وخفيف، واتمنى ان انتوا تستفيدوا اكتر. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين. ما تنساش طبعا تشترك في القناه. كان معكم محمد تحسين من قناه السرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.